يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، نبدأها بالعاصمة القاهرة، القاهرة العظمى 37، الصغرى 27، الإسكندرية 34-24، مطروح 30-23، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 38-25. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 37، الصغرى 26، العريش 35-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 41-32، والغردقة 42-31. نذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 43 والصغرى 27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-24، شلاتين 40 وصغرى الصغرى 30، حلايب 36-31. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.